بغيت نهضر على قبل مرت خويا مديح سهام. خرجت نهار 3 مع 8:30 ديال الصباح ومبقاش رجعت الى يومنا هذا، على اساس ان السيده مشات تاخذ شي فلوس من البوسطه. كاينه البوسطه هنا ديال الهدى، هي تابع للحي ديالنا. مشات فقت انا يصبح مع ديك ما بين 10:30 و11 الغروب، كنتصل بالسيده قلت لها سهام فينك، قالت لي انا مشيت للبوسطه نجيب شي فلوس. قلت لها علاش ما قلتيهاش لي نمشي معاك؟ قالت لي ماشي مشكل، انا غنقضي دغيا الغرض ديالي وغادي نجي. صافي هي هذيك مشات، بيني وبينها اتصال، قالت لي شويه صيفطات لي، قالت لي راه البوسطه هذه اللي هنا في الهدى، رامبا ديال الهدى، راه عطاوني شيك قالوا لي غتمشي للبوسطه الكبيره اللي في المدينه على اساس انك من تما غتاخدي الفلوس. قلت لها تسنيني نجي عندك، بقاي في البلاصه اللي فيها انت، ناخذ طاكسي انا ونجي لعندك ونمشي انا وياك متوانسي. قالت لي لا ماشي مشكل، انا دابا غاده في الطرام، المهم اللي غنوصل غادي نتصل بك. وصلت البوسطه الكبيره، اتصلت بيا قالت لي انا راني في البوسطه الكبيره. قلت لها شنو داوا معك؟ قالت لي راه قالوا لي تسناي واحد شويه. صافي تقطع الاتصال بيني وبينها، عاوتاني كنصوني عليها، كنصوني على السيده، السيده ما كتجاوبنيش على المده شحال عاد باش جاوباتني. قلت لها سهام مضره شنو كاين؟ راه خلعتينا شنو واقع؟ قالت لي لا والو، راه البوسطه الكبيره اللي في المدينه راه صيفطوني لواحد لاجونس وحده اخرى. قلت لها هاد لاجونس فين جات؟ قالت لي انا ما عرفتش هاد لاجونس فين جات. قلت لها ما يمكنش، دابا قلت لها انت بقاي غير في البلاصه اللي فيها انت، سولي اي واحد وقولوا لي فين كاينه انا غنجي لعندك، ما تحركي حتى لشي بلاصه. قالت لي لا صافي انا غادي ناخذ طاكسي وغادي نسول على لاجونس. مشات لهذيك لاجونس، صيفطات لي التصويره، ما عرفتش واش نيت في هذيك لاجونس بصح ولا اي تصويره، ما فهمت حتى شي حاجه. قالت لي انا وصلت لهاد لاجونس، صافي راني دخلت عندهم، راه قالوا لي تسناي دابا ساعه ديال المكان غنعطيوك الفلوس. تقطع الاتصال، دارت 3:30 عيطت لي، قالت لي فلانه راه صافي راه عطاوني الفلوس ها انا جايباهم. قلت لها شوفي واش هذيك البلاصه ما فيها حوانات ما فيها حتى شي حاجه؟ قالت لي ما فيها حتى شي حاجه، بلاصه مقطوعه، كاين غير هاد لاجونس هي اللي كاين اللي عطاوني فيها الفلوس. قلت لها شوفي خدي اقرب طاكسي، مادام انت كتقولي هزه معاك الفلوس خدي اقرب طاكسي وجي للدار، واخا تعرفي تاخدي الطاكسي كورسا جي للدار، جي للدار. قالت لي صافي كوني هاني. شويه اتصلت بيا قالت لي راني خديت طاكسي حما، راه ما بغاش يجيبني من هذيك البلاصه اللي فيها انا اصلا البلاصه ما عرفتهاش، ما عطاتنيش سميتها. قالت لي هذيك البلاصه اللي انا خديت منها طاكسي حما راه ما بغاش يجيبني نيشان حتى لسيدي مومن، دونك راه قال لي غنحطك حدا حياه ريجينسي. قلت له وهانتي ملي غتنجلي حدا حياه ريجينسي باش ما كنت تصلي بيا. نزلت حدا حياه ريجينسي، اتصلت بيا قالت لي انا حدا حياه ريجينسي. قلت لها شوف لان اصلا حدا حياه ريجينسي ما كاينش طاكسيات بيضين اللي كيجيبو حتى لعندنا، ضروري غتاخد نورمال غتاخد طاكسي حمر. السيده قالت لي صافي انا غادي ناخذ طاكسي حمر. قلت لها شوف واش كاين تما شي بوليس كاين شي حاجه؟ قالت لي راه كاين البوليس تما ديال السيركيلاسيون. قلت لها سيري حتى لحداهم، انت كتقولي هزه معاك الفلوس، سيري حتى لحداهم وطلبي قولي الله يرحم بها الوالدين رتا الطاكسي حمر ما بغى يوقف ليا. قلت لها سيري راه هما غادي هما كسلطات راه غادي يوقفوا لك طاكسي حمر. قالت لي صافي. مشات تقطع الاتصال مده شي ساعتين، حنا كنعيطو كنعيطو، سيده ما كتجاوبنيش. تال شويه عاد عيطت عليا، قلت الله يا اختي انت فين مشيتي؟ راه خلعتينا غادي نموتو عليك بالخلع، ولادك هنايا مبرسطين وكلشي مبرط. قالت لي شوفي راه الطاكسي اللي خديت من حدا حياتي الجنسي اللي غادي يجيبني للدار راه داكسي دا فون بوين عائشه، عندها بوين عائشه ما عرفتش فين جات. قالت لي راه داكسي دا فون بوين عائشه راه ضرب واحد قتلو. قلت لها ايه ومن بعد شنو المشكل عندك انت؟ قالت لي راه داونا الكوميساريه. قلت لها على الاقل ملي داوك الكوميساريه كنتي تعيطي، قلت لي راه ما عنديش التليفون طفى ليا. قلت لها كنتي تسولي اي بوليس يطلبيه تقول لي على فكره عندي وليدات بغيت نتصل بهم ونقول لهم انا فين كاينه. قالت لي مهم صافي دابا راه حنا. قلت لها وشنو درتي؟ قالت لي صافي دابا راه قيدوا لونكيت من هنا من هنا، يعني ما فهمت حتى شي حاجه من هادشي كلشي. من بعد اخويا صافي هي هذيك قالت لي انا غادي انا دابا خرجت غير باش نشارجيت وعيطت لك، صافي انا غادي نخرج غادي ناخذ طاكسي. قلت لها سهام شوفي الله يرضي عليك، الا وقع لك شي مشكل ولا تلقى لك شي واحد بغى يكريسيك ولا قولي لي غير شنو كاين وانا بلاصه انت حنا نجيو لعندك. قالت لي انا الحمد لله ما وقع لي حتى شي حاجه، قالت لي رزقي ها هو عندي وما وقع لي حتى شي حاجه، انا بخير وعلى خير. وانا كتهضر معايا في التليفون وحدايا ولدها وكنسمعها كتشير الطاكسي حمار. قالت لي الطاكسي وقف، قالت لي واش داليا؟ قال لي لا، وشيرت الطاكسي واحد اخر كنسمعو باغ التليفون حيت انا ما قطعتش المكالمه، كنشيرو الطاكسي واحد اخر كبات فيه. قالت لي داليا؟ قالت لي صافي انا جايه في الطاكسي. هادشي 5:30 اخر مكالمه بيني وبينها. ملي دات 6:15 دخلني الشك، قلت او سيده من 5:30 حتى 6:15 راه بزاف، واخا تكون سيركيلاسيون عامره راه بزاف ديال الوقت. من هذيك الوقيته حنا كنعيطو سيده ما كايناش ليومنا هذا، الى لهاد الساعه ديال دابا السيده ما كايناش، ما كاين لها حتى شي خبر. مشيت راه شوف ملي دخلني الشك وتقطع الاتصال عيطت على خوها، قلت ليه راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين. هزينا الموطور مشينا،
مشينا للكوميساريه هذيك ديال السانكيام حدا فين كانت لينا راه كاين وقع الاكسيدون داكشي. مشينا سولنا قال لك اودي هاد الاكسيدون ما ليهاش الاثار، ما كاين حتى شي اكسيد هنايا. ما فهمتش علاش قالت لي بان الطاكسي اللي كانت جايه فيه دار كسيده وضرب واحد قتلو. دونك مشينا للكوميساريه. هذاك الشيء علاش ملي كنعيطوا قلت لها واخا وانا كنعيطوا لك ما كتجاوبش على التليفونات طافيين. قالت لي راه انفو دخلنا للكوميساريه طفاو لينا التليفونات. كيقول لك الكوميساريه دخلت في التليفون. انا كنطالب دابا بالناس اللي شافها ولا اللي عارف عليها شي حاجه ولا ما عرفتش واش شادينها ولا مخطوفه ولا ميته، ما عرفتش انا شنو واقع. دابا انا كنطلب الناس اللي عارف عليها شي حاجه يقولها لي. ما عرفتش شنو غادي دابا ولا هم كلشي مبرزط ما فهمتش. انا هذا الحوار اللي كله اللي طالبينه بينا انا قلت لكم وقلت البول ما فهمتش السيد ما فهمتش شنو واقع. الا هي شاده شي واحد راه شاده، الا هي ميته ميته. ما عرفتش انا ما عرفتش ما بقى. انا لحد الساعه دي دابا ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه ما فاهمه. مشينا للبوليس درنا الشكايه مخلينا حتى شي كوميساريه ما مشينا. مشينا للولايه ديكلارينا ما كاين حتى شي حاجه. مشينا للجندار مشينا للبومبيه مشينا كاع السبيطارات مشينا للمستودع الاموات مشينا كلشي. ملي كندخلوا كنقلبوا تيقولنا السيده ما لهاش الاثار.